الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا سيد الرئيس، نرحب بمعالي الوزير. سيد الرئيس، احنا كنا عندنا كلمة يامس، الوزير الداخلي عقب ما اتاحتنا الفرصة لذاك اللي خلق من الجلسة ما هي قانونية، ادانا ذاك ان نوقفوا من الجلسة وان ما نحضروها، وكان زين عندي وقفه مقفول سوى شغله، وكان زين عندي نمد عدل اتفاقيه مع دوله مهمه وكبيره وشقيقه، عدلها لا شيء واجه مقصوص ما هو شفات ما هذا مو شبو شفات ما علي التلفات هذا مو شبو لا هنا هذا مو شبو اني لا مو شبو لا حل في الموضوع والله الا عن الرواية. ثم قلت لنا عندنا دقائق بس خارج الموضوع. عاود اتفقت معي مع الرؤساء. وخلونا نقولوا في هذاك اللي نقولوا عقب ذاك سين توفى قطعوا عنه. معناها موش بنختار نقول الوزير بما ان الحكومه جسم واحد. من خلال الوزير الداخليه من موريتاني طاطو ياسر من الاموال. وطاطو ياسر من الرجاله اللي هي الدوله. والامن حالا ما هو خالق في المعكشوط. فيه جيوب في المعكشوط بريدات ما هم قادرين ندخلوا. ولا يعود علينا نهار ما جاتنا وكالات الانباء حد معطوب والله حد مقتول والله حد معداد الرواية وورك لا هنا لا هنا سيد 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 الرئيس اسمح لي هاي لا شيء لا هي مخلوق لان الحكومه جسم واحد ولين ما يحضر الوزير الوزير الاخر يقدر يوصلوا له وعلى ذاك الاساس لا نقول الوزير أنا ماني مشاور معاكم ومن اليوم يتكلم أتكلم بالموسى وانتوما ما عليكم لا بوليس لا سيانس تعني لا أنا انتوما ما تعنيكم تو هو حال النبي لا بشي قال له ما هو في الموضوع كنت الخطة اليوم قالك متوافقت معاهم من الدقائق اللي بقينا نقولوا فيها نقول ما توافقت معاهم على ذي هم قلت لهم حد لا يتكلم بالموضوع ما عنده مشكلة وحد له اخذ على الموضوع ايوه قول اللي تقول في الموضوع مره واحده اذا قالوا لي ايوه الحمد لله وانا ما اصلا اخذ الموضوع قال لي رد دقائق قول فيه اللي تقول وعقب ذلك لابد تاخذ في الموضوع ايوه المهم ان السيد الوزير هذه امور فنيه وانا ما عندي تدخل فيها اللي هي الميزانيات الروايات غير خارج شيء واضح لي ان الشعب الموريتاني هاي العاصمه اللي نحن فيها فيها بليدات فيها شمل البؤس والفقر مدها على شرع ايمان في هاي الانجازات ما يلا تفد عند هذا الموجود في هذه الملبوس من الفقر في هذه العاصمة اللي نحن فيها فيها جيوب اهلها لا حكما ما يتعشوا ولا يشوف ولا عندهم اشراق ولا عندهم الضوء وهذا مثاله في الداخل كثير سيد الوزير انا نختار نقول لك روايه نفهمها انا رجاجو روحوا عنده الفضل اللي تقول ما هو مسموع له ولا هم اللي واخذوا التلفزة بعد هو اللي مرطى لكن لكم يجي دور الله ذا ويتمش بدنا ناكل مولانا